بعد أيام على طلب الفريق أحمد قيد صالح أعلن عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أداء مهامه وتفعيل المادة الثانية بعد 100 من الدستور الجزائري، لم يساهم اقتراح رئيس أركان الجيش في تهدئة الشارع، بل على العكس من ذلك تضاعفت أعداد المتظاهرين المحتجين. خرجت اليوم باش نقول لا لتطبيق المادة 108 وأننا احنا ضد تجديد النظام، حابين انتقال نحو دولة حقيقية ديمقراطية نحو فترة انتقالية وتجديد الحكم. في سادس جمعة من الحراك خرج المتظاهرون رافضين تفعيل المادة الدستورية المقترحة ومطالبين برحيل النظام الحاكم بأكمله. هاو الشباب يخرجلك بطريقة سلمية بطريقة حضارية وديمقراطية، هاو يقول لك 20 سنة خلاص روح الله يسهل عليك، الجزائر فيها رجال، الجزائر فيها كفاءات خراو. إلى جانب المطالبة برحيل النظام وجميع رموزه، لم يتردد الشارع الجزائري في رفع شعارات تدعو إلى تفعيل المادة 7 من الدستور والتي تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة في الجزائر. راني هنا اليوم باه نثبت المطالب الشعبية، يعني هذه أول مطلب تاعنا، المطالب الشعبية فريق يسمعونا يسمعونا. منذ 22 من فبراير والحراك الشعبي غير المسبوق في الجزائر تتسع رقعته ويرتفع سقف مطالبه يوما بعد يوم، ولا يزال أعداد الموالين للنظام الحاكم في تناقص مستمر، وأعداد الأصوات الداعمة للحراك من رجال الأعمال ومن مختلف الطبقات السياسية في تزايد ملحوظ.